ولكن هذه مجرد يعني خطوط عريضة توجه بها حياتك، لأن خوتي رانا عايشين في فوضى، حنا ما عارف كي تدوب، ما عارف مع من تخالط، ما عارف شا تقرا، ما عارف شا تتفرج، ما عارف كي تربي ولادك، ما عارف مع من تجمع، هذه فوضى. تعرف فوضى عليها بدون علم تلاقيها وهي تمشي، وبالتالي كي تجي النتائج وخيمة ما تخلعش. هذا هو. سأذكر بعض تجارب الحياة تاع الرجال من ملتنا وغير ملتنا، تجارب، لأن الحياة في كل لحظة عبرة وخبرة، كل لحظة الحياة فيها خبرة وعبرة. والنبيب حتى ما كاش مدرسة تاع الحياة، ما كاش جامعة تقريك كي الحياة الدنيا تقريك. الفاطم يفهم بالخف 40 عام يكون فهم، واللي مسكين ثقيل 60 عام يعاود نفس الاخطاء، نفس الكوارث في الصحبه، في الخلطه، في العلاقات الزوجيه، في العلاقات مع الرائد، في معامله الوالدين، في الشراكه تاع التجاره، نفس الاخطاء. ويبدا يكدد في سميه يقول انا شنقول، انا بنادم ولا شهوه. نفس هذه صارت لي في 80، كيش نعاودها في 90، كيش نعاودها في 2000، نفس الاخطاء. وكثير من الناس اخوتي سامحوني مازال ما فكرش خطرة بعقله، يفكر بعقول الناس فقط. مصاحب واحد يديكتي له كلشي ويدي قرارات كبيرة في حياته يمليها عليه، لا هو ما فكرش كاع، هو خير له المرأة اللي يتزوج بها، هو خير لها الخدمة، هو خير لها كيش يسكن، هو يخير لها الشاي صاحب، وهو يسكن له غير يتبع. مش يعني مصاحبة عندها فكرة، مش لا، حتى لو كان عندها فكرة زين تبني عندك عقل. إذا بالحالة تتعلمك بلي عقلك لا يستعمله عقل آخر. قراراتك، بأن قراراتك إنك صادرة من عندك، وإلا أنت في غيبوبة، في غيبوبة وحسب روحك تفكر كاين اللي حاط محكم فوق راسه ان اونطونوار لليوم، والناس يكبوا لها الافكار، سواء القنوات الفضائيه، سواء وسائل التواصل، سواء الصحبه، هما يكبوا له، هو يديرو يخرج في كلامهم وفي افكارهم ويديفو هذا الميزانيه وحاسب التاوعه. هو مسكين غير غير دايرين مستعملين قناه تمرير، قنوات تمرير، يفوت تيو يفوت. ربي قال وفيكم سماعون له، كاين اللي مديور غير يسمع عمره ما يفكر. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون تلقونه شو الفعل، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هنا عرض، هنا شنو يعلمنا ربي؟ بان فيلتر الخبر